راوند يا حاج حامد. افرد وشك يا شيخ نايل. ما قلت ليك يا حاج الباسل ان الطمع قاعد. الذهب هيطلع من بطن الارض ذهب ولا احنا حنطيله تراب الذهب ونغربلوه؟ ايوه صحيح. انا عايز اشوف اسنانك وانت هتضحك. هتضوي زي الذهب. قصه هي. ذهب 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 كله الذهب. سوي عصيده والهط روحك. بطنه توجع يا شيخ نايل. العصيده تجيله والذهب في الوكل يسم. عايز تجيب اجله يسف سف ارحم. لا تعال لي في الجبل وطلع وشيل. السلاح حق الطلياني اللي انت جبته ما تعبت فيه وصنعته، كيف تقيس النهيبه بشق الناس؟ ما كله نهيبه يا حاج حامد. لا كان تراب الذهب ورثك ولا السلاح سلاحه. ما نعيروش بعض. أحوالك يا الباسل؟ الحمد لله بخير يا حاج مزيد. انت عامل ايه؟ قاعد على الدنيا ارازي فيها وترازي فيا. وكيف حال بناتك؟ زنين. جوزت اثنين والتالت هترازي بيه برضو. ابوي يو عجل على البنات. التالتة دي جبتها مرة زمان على كتفك وسط الرجالة. يا بوي عجل على البنات يقسم الظهر. أنا جدع لا سلمت نفسي المرة ولا بت ولا وات. ميت أنا ريحت نفسي في الدنيا وما خلفتش وعشت بجلبيتي في الراضي. لا بيت ولا عيل عشان اقعد جاركم واخترف في الحديد وتقول علي اهو مزيد اهو كبر والدب. كلامي له معنى. يعني اللي هربت منه في الدنيا تجوش تخربوه علي في اخرها وتتناجروا قدامي على ورث اللي جابكم. يا حاج مزيد اسمع الاول. انا كبرت صح وحد هيقطع كلامي وانا هتحدد. كلكم عرفتكم وانتوا عيال بلا عازة. حامد خلف لك ابوك يا حامد منجم التبر قبلي؟ ها؟ قبلي؟ وانت هناي خالك كان طلياني؟ انا اللي شاورت وانتوا اللي مشيتوا ورا ضل صباعي. الذهب للكل من ساعه ما رماه ربنا تبر في الارض لحد ما بيجي سبايك. والسلاح للكل من ساعه ما وجع من يد الخواجات لحد ما بيجي في يدكم. والكلب الكلب اللي حيهوهي قدامي حجل عديله. حاج مزيد لو حد داس على اخوه انا متكفل بعد اذنك. الخير كثير والحاج حامد عايق في نقل تراب الذهب والشيخ نايل السلاح اللي عايجيبه مش قليل ياخدوا من نصيب الربع الدور ده وفي بيته. كانه طلع فيكم حد اصيل دي حاجه تخوف ما تطمنش. عشره جلالات الاصل ستره.